خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم مع لمية تقول لنا أخبار الطقس النهاردة بالتفصيل ونتابع معها أجواء الخريف المتقلب. شكرا لك يا هدير. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. كمان في أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا بيكون في اعتدال في درجات الحرارة، درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. أجواء خريفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب أن احنا بنتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، فبتأدي لاعتدال درجات الحرارة. بنشعر بالدفء والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد. أجواء معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية، حر على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. يمكن احنا خلال فترات النهار بنلاحظ دفء وسطوع لأشعة الشمس رغم وجود السحب اللي بتخلي أشعة بتحد من تأثير أشعة الشمس، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بدأنا نحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بدأنا نسجل درجات حرارة ما بين 20 وال 22 درجة مئوية في بعض المناطق. أحيانا درجات الحرارة تنخفض فترات الليل بتوصل ل 18 و 19 درجة مئوية في سواحلنا الشمالية أو بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد. فالأجواء خلال فترات الليل بتكون لطيفة في أول ساعات الليل، لكن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء مائلة للبرودة، مهم جدا ناخد بالنا من الأوقات دي. بالإضافة كمان مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار، وده بتنحصر فقط على سواحلنا الشمالية الغربية وأيضا شمال الوجه البحري. بالامس شهدنا سقوط امطار على الاسكندريه ومطروح بعض المناطق من البحيره، ايضا اليوم هيستمر فرص سقوط الامطار اللي هتكون ما بين الخفيفه الى متوسطه على فترات متقطعه من اليوم، وهنشوفها في مناطق والمناطق الثانيه لا، في مطروح بعض المناطق من الاسكندريه، كمان بعض المناطق من البحيره كفر الشيخ الدقهليه، المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار على مدار اليوم. بالاضافه كمان في نشاط للرياح على المناطق الساحليه، نشاط الرياح ده هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية. الأجواء الخريفية دي متوقع أنها تستمر معانا يمكن لنهايات هذا الأسبوع إن شاء الله ومطلع الأسبوع القادم، لأن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هيتراوح ما بين 28 و 29 درجة مئوية خلال الأيام القادمة. لكن احنا عاوزين ننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، الطلبه اللي بتروحوا المدارس في الصباح الباكر او احنا لو بنرجع من اشغالنا في الساعات المتاخره من الليل، الملابس الخريفيه مهمه جدا في الوقت ده، الاطفال لازم هنزود لهم قطعه ملابس ويبقى ملابس خريفيه، نصطحب معانا جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض درجات الحراره نرتديه، لان دايما الخريف معروف التباين الكبير في درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من اختلاف درجات الحراره، ولازم كمان نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لأن دايما زي ما قلنا الخريف دايما بيحصل تغيرات في الحالة الجوية بشكل سريع وشكل حاد. طيب دايما متعودين في فصل الخريف انه زي ما حضرتك قلتي انه في تباين في درجات الحراره كبير وانخفاضات ممكن تبقى حاده وتقلبات جويه حاده في فصل الخريف، هل هنتعرض لمنخفض جوي في الايام القليله القادمه على اساس انه يبقى في سقوط امطار اكتر او في انخفاض اكتر في درجات الحراره، ولا الوضع مستقر الايام اللي جايه؟ يعني على مدار فترة التنبؤ إلى بداية الأسبوع القادم إلى الأحد القادم احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن تأثيره فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مش هتمتد تأثير للمناطق الداخلية الوجه البحري أو القاهرة الكبرى. فالأجواء مستقرة إلى بدايات الأسبوع القادم، تنحصر فقط فرصة سقوط الأمطار في المناطق الساحلية. طيب بالنسبة للأمطار سواء كانت خفيفة أو متوسطة، كمان الرياح اللي هي مثيرة لبعض الأتربة وغيرها، ولو كان في شبورة، هل دي بتأثر على سير حركة السيارات في الطرق على أساس أن احنا نوعي الناس ونحذر الناس أن هم ما يعني ما يقفوش في تجمعات للمية، ما يقربوش من أعمدة الإنارة، ياخدوا بالهم من التعليمات المرورية ويحافظوا على المسافة اللي بينهم وبين كل عربية، ولا الوضع لحد كبير مستقر في المحافظات أو في أغلب المحافظات المصرية؟
طبعا بالنسبه لنشاط الرياح المثير للمال والاتربه، نشاط الرياح فقط هيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره لان مصادر الكتل قادمه من على البحر المتوسط. بالنسبه لوجود الشبوره المائيه خلال الفتره القادمه، يعني تكون الشبوره المائيه غير مؤثر تماما على الرؤيه الافقيه، لكن في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار بشكل كبير، واحنا بنقول امطار من خفيفه المتوسطه خاصه زي ما قلنا في الاسكندريه مطروح المناطق الساحليه، مهم جدا الساده المواطنين لازم ياخدوا بالهم عدم الاقتراب من اعمده الاناره، شكل كهرباء، الواح، الاعلانات المعدنيه اثناء سقوط الامطار. مهم كمان قائدي المركبات في المناطق المعنيه بسقوط الامطار اثناء فتره سقوط الامطار لازم القياده بهدوء تام ويتبعوا كافه تعليمات المرور، لان فعلا سقوط الامطار المتوسطه ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، ممكن لا قدر الله تؤدي لانزلاق العجلات. فمهم جدا كل منطقه بيبقى لها طقس او مناخ معين، مهم جدا ناخد بالنا من النصايح في كل منطقه. يعني احنا من المناطق الداخليه فيها استقرار في الاحوال الجويه، لكن المناطق الساحليه تحديدا السواحل الغربيه فيها نقدر نقول سقوط امطار وحاله من التقلبات الجويه في المناطق الساحليه، فمهم جدا ناخد بالنا من النصايح اللي احنا بنقولها دي عشان دايما الحاله الجويه تمر بالسلام على الجميع. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29 والصغرى 20، اسكندرية 27-19، العلمين الجديدة 26-19، مطروح 25-18، دمياط 27-21، بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 29-21. السويس العظمى فيها 28 والصغرى 22، العريش 27-18، كاترين 25-14، طابة 29-20، حلايب 30-25، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 33-23. الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 19، بني سويف 30-18، الوادي الجديد 32-17، أسيوط 30-19، سوهاج 32-20، قنا 33-21، الأقصر 34-21، وأسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة والتوصيات اللي احنا طبعا عرفناها من دكتورة منار غانم. ونرجع لمرة تانية لمصطفى وهدير نتابع معهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا لالا.